هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا جدا، وهو الديسفيجيا أو صعوبة البلع أو التهاب البايبر نيرفس اللي هما 9 و10 و11 و12 من الكرينيال نيرفس اللي هما الأعصاب اللي بتغذي المخ. معكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري دكتوراه العلاج الطبيعي لأمراض المخ والأعصاب القصر العيني جامعة القاهرة. هنتكلم عن الموضوع ده. طبعا الموضوع ده من الحاجات اللي أنا بحب أتكلم فيها، لان يعني الناس اللي بيبقى عندهم المشكله دي يعني بيبقوا مش عارفين، طب نروح هنا ولا نروح هنا، طب العلاج فين، طب احنا ملناش حل. لا، هو في حل، بس لما نتوجه عن العلاج الصعب. لو سبب احنا عندنا نوعين من البالبر بولسي، حاجه اسمها زودو بالبر بولسي وحاجه اسمها ترو بالبر بولسي. يعني ايه زودو؟ يعني ايه ترو؟ الزودو اللي هو لو المشكله كانت في الجهاز العصبي المركزي، في زي جلطه في المخ عملت صعوبه في البلع، بنسميه حاجه اسمها ابر موتور نيرون. انا بحاول والله اشرح لكم، هعرب على قد ما اقدر، بس ده بيبقى اكتر مع اصابات المخ. خلاص، ده ليه انا دخلتكم في الانواع؟ لان لما بيبقى في النوع ده اللي هو جاي بالذات مع جلطات المخ، غالبا بيبقى معاه مشكله اللي هي بيبقى فيه تيبس في العضلة دي، فتلاقي العيان ده عنده صعوبة البلع والعيان ده برضو اللي بيبقى عنده جلطة بيبقى عنده صعوبة في الكلام. يعني فدايما العيانين عندهم صعوبة في البلع أو صعوبة في الكلام، بيبقى لازم إن احنا نعمل حاجة تعمل ريلاكسيشن للعضلة اللي هنا عشان العيان يقدر يتكلم تاني أو يبلع تاني. مش كده احنا دمجنا الموضوعين في بعض اللي هما صعوبة البلع مع صعوبة الكلام، لان احنا بنحتاج نريح العضلة دي عن طريق الحقن الايوني وعن طريق جلسة طويلة جدا جدا بنعمل تنبيه بجهاز زي القلم بيعمل تنبيه للعضلات الصغيرة دي. بنبدأ نحرك عضلات اللسان، بنبدأ ننبه حاجة اسمها الجاج ريفلكس، او لو العيان عنده ترو اللي هو ما عندهوش تيبس بس عنده ضعف في عضلات البلع، ما عندهوش تيبس بس عنده ضعف في العضله، برده هيحضر معانا نفس البرنامج، بس ممكن ما نبقاش محتاجين نديله حاجه تفك العضله لو هو ما عندهوش تيبس فيها. ده الفرق ما بينهم، عشان كده انا فرقت لكم ما بينهم هما الاثنين. هنا الاصابه بتبقى على مستوى النيوكليس، يعني بتبقى على مستوى العصب نفسه، مش جلطه في المخ اللي هو النوع اللي ما فيهوش تيبس. بس الاثنين بيؤدوا في الاخر ان العيان ده عنده صعوبه في البلع، مش بيشرب، بيبقى عنده المشاكل دي. العيان الثاني بقى اللي عنده جلطه في المخ ومش عارف يتكلم، انا بنعمله ايه؟ بنعمله لازم نحرر التيبس اللي بقى موجود هنا، ونعمل جلسات فيها تنبيه للعضلات بتاعه الكلام، ونبدا نحرك بالتنج ديبريسور اللي هو خافض اللسان في كل الاتجاهات، ونبدا ننبه حاجه اسمها جاج ريفلكس موجود جوه عشان العيان ده يتكلم تاني لو هو عنده صعوبه في الكلام. لو عنده صعوبه في البلع يقدر يبلع تاني. الحمد لله بفضل الله احنا كل العيانين اللي كان عندهم صعوبه في البلع بلعوا، سواء كانوا كبار سن، سواء كان بسبب جلطه، سواء كان على مستوى الاصابه على مستوى مفيش تيبس، ايا كان السبب بتاع صعوبه البلع، مفيش عيان الحمد لله بفضل الله ما اتعالجش من مشكله البلع. وفي نفس الوقت احنا جالنا عيانين، احنا بنقول لهم ان احنا دورنا بيبتدي اللي هم عندهم بقى هندخل في مشكله صعوبه الكلام، لان هي الجلسه بتبقى في نفس المنطقه، عشان كده انا دخلت صعوبه الكلام وصعوبه البلع مع بعض. مع ان ده بس عايزه يعني اعرفكم حاجه، دي منطقه في المخ بتاعت الكلام، منطقه في المخ، وبتاعت البلع منطقه ثانيه في المخ، هما مش مع بعض، لكن احنا في الجلسه العضلات قريبه من بعض فبنشتغل الاثنين مع بعض، لكن هما في المخ يعني ده مكان وده مكان. تمام؟ اللي احنا لقيناه مع الحالات، وهنحط لكم فيديوهات سواء للبلع او للكلام، ان احنا قلنا للناس ابداوا التخاطب بعد ما احنا نعمل الجلسات، نشيل لكم التيبس واللسان يتحرك والجاج ريفلكس اللي هو الريفلكس جوه مسؤول عن اللي هو لما بنحط خافض اللسان المفروض انت تحس انك هترجع، لا الجاج ريفلكس ده بيبقى عند العيان مش موجود.
فلما بدانا نشتغل معاهم الجلسات دي بصراحه الناس اللي كانوا ما بيتكلموش قبل ما يوصلوا لدكتور التخاطب بداوا ينطقوا عندنا، يعني ما كانوش وصلوا لدكتور التخاطب. فعشان كده عايزين نقول لكم ان احنا لينا دور مهم جدا جدا. جلسه صعوبه البلع والكلام ما بتقل، جلسه كبيره جدا ما بتقلش عن ساعتين ونص لثلاث ساعات. النتائج بتاعتها هايله. زي ما قلت لكم احنا المفروض العيان بعد ما بيخلص عندنا بيروح لدكتور تخاطب في الكلام، لا بيكون خف قبل ما يروح او بدا على الاقل يتكلم، ودكتور التخاطب يكمل معاه بقت الدنيا سهله عليه وعلى دكتور التخاطب. ونفس القصه مع صعوبه البلع، بنقدر نوصل لنتيجه كويسه عن طريق تنبيه العضلات، عن طريق توصيل الدوره الدمويه للجهاز الامريكي بيزود الدوره الدمويه رايحه لعضلات البلع، عن طريق تنبيه العضلات بجهاز صغير كده زي القلم بينبه عضله عضله. قدرنا نوصل لنتائج كويسه قوي في علاج صعوبه البلع وعلاج صعوبه الكلام. احنا قلنا ان دي منطقه في المخ ودي منطقه تانية خالص في المخ اللي مسؤوله عن الكلام غير اللي مسؤوله عن البلع، بس احنا كعضلات هم جنب بعض فاحنا بنشتغلهم مع بعض. وحبينا نضم الموضوعين مع بعض علشان الشرح بتاعهم يبقى واحد. بشكركم، تمنياتي بالشفاء العاجل لكل المرضى بتوعنا.